أنظمت جامعة قاسم رباح ورقلة يوم الأربعاء 19 مايو 2021 الذكرى 65 للعيد الوطني للطالب، وذلك بالتعاون مع المدرسة العليا للأساتذة لإحياء المناسبة في ذكراها 65. يوم 19 مايو 1956 يمثل الإضراب العام للطلبة عن الدراسة لأجل مساندة الثورة التحريرية، مضحين بأنفسهم وبمشوارهم الدراسي في سبيل رفع راية الاستقلال، حيث بدأ الاحتفال بهذه الذكرى المجيدة بحرم الجامعة، وتم رفع العلم مع النشيد الوطني بإشراف من طرف والي ولاية ورقلة السيد أبو بكر بوستة إلى جانب الوفد المرافق له، وبحضور مدير الجامعة الأستاذ البروفيسور محمد الطاهر حليلات، الأسلاك الأمنية والمديرية، السادة نواب مدير الجامعة، عمداء الكليات والمعاهد، الطاقم البداغوجي والإداري، الطلبة والطالبات. استهلت فعاليات هذه المناسبة بتدشين المعرض التاريخي والعلمي ببهو قاعة المحاضرات الكبرى، وقد جرى فيه عرض لأنشطة النوادي العلمية والثقافية والرياضية، كما تم استكمال الحفل في قاعة المحاضرات لتستفتح بآيات من الذكر الحكيم. وقد ألقى مدير الجامعة نيابة عن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون رسالة تهنئة بمناسبة عيد الطالبة، والتي تضمنت الإشارة إلى عظمة هذا اليوم والإشادة بخصال الطلبة الجزائرية. رسالة تهنئة في هذا اليوم الخالد، يوم أن هب الطلبة للانخراط بالكفاح المسلح والالتحاق بدواس الجيش التحرير الوطني في 19 مايو 1956، وهو يخوض مؤازرا بالشعب الجزائري كفاحه المرير لاستعادة الاستقلال. في هذا اليوم أتوجه ونحن نستحضر ذلك الحدث التاريخي من أحداث ثورة التحرير المجيدة إلى الشعب الجزائري كافة، وإلى بناتنا وأبنائنا الطلبة خاصة بأخلص التهاني. وبهذه المناسبة المجيدة أتمنى لبناتي وأبنائي الطلبة النجاح والتألق على درب التحصيل المعرفي والعلمي، ليحمل أمانة الشهداء والمضي بتجنبكم كفاءاتكم وقدراتكم نحو المزيد من التقدم والرفاه لجزائرنا الغالية وشعبنا الكريم. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، العزة والشموخ للشعب الجزائري الأمين رئيس الجمهورية. واستحضار الحدث التاريخي من أحداث الثورة التحريرية المجيدة، كما حث الطلبة على السعي خلف خطى السلف والتألق على درب التحصيل المعرفي والعلمي لحمل أمانة الشهداء، كما تلاها المدير بكلمة خاصة له حول احتفالية الجامعة الجزائرية بولاية ورقلة بهذه الذكرى المجيدة. وأعبر لكم جميعا عن حجم سعادتي بوجودي بينكم وسهمي وإياكم في إرساء هذا التقرير الراقي وتأكيد هذا السلوك الحضاري عبر ترسيخ هذا الجو الأخوي ومشاركتكم فرحتكم بعيدكم الوطني 65. كذا تلتها كلمة لكل من مدير المدرسة العليا للأساتذة، مدير الخدمات الجامعية، الأمين الولائي للأسرة الثورية، ممثل عام الطلب. جمع عيد العمال وذكرى مجازر الاستعمار، مجازر 8 مايو 1945 ويوم الطالب، هذا الأخير الذي تدور حوله رحل الأحداث منذ فجر التاريخ إلى اليوم، فما من ثورة في التاريخ إلا وقادها طلاب العلم، وما من نهضة إلا وخطط لها طلاب العلم، فهم الذين من أمس خططوا ونفذوا في مثل هذا اليوم من سنة 1956، فتركوا كراسي الدراسة والتحقوا بالثورة، ليكون هذا الالتحاق حدثاً تاريخياً غير مسار الثورة وقلب موازين القوى وساهم في تحقيق النصر المبين. العزة والشموخ للشعب الجزائري الأبي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ذكرى 65 لعيد الطالب 19 مايو 1956، وهي محطة تاريخية
تعبر عن روح النخوة للشعب الجزائري بكل فئاته، ومن أثرها إنحاء عام الإثارة والتضحية بالنفس والنفيس من أجل استقرار الجزائر ونيل الحرية من الاستعمار العشري. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، عاش الجزائر حرة مستقلة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. إصابة عن نفسي وإيادة عن إخواني في الأمانة الولائية في منظمة المجاهدين، وكل لحظة بسر طويلة يكلفني أتقدم بين أيديكم بكلمة بمناسبة اليوم الوطني للطرد. قبل 65 سنة أو في مثل هذا اليوم في سنة 1959، أي بعد سنة ونصف سنة من اندلاع الثورة المظفرة، اقتنع الطلبة أنه مهد سمو علما فإنهم عاجزون عن خدمة شعبهم، وهو يسقط تحت قيود الاستعمار، مما جعلهم يهبون كلهم هبة راجل واحد، تاركين الدراسة في مؤسسة تعلوها العلم الفرنسي، قاصدين جبال رفرف فيها العلم الجزائري، مساهمين بما استطاعوا في تحرير البلاد من نية الاحتلال، قصد رفع العلم الوطني في كل ربوع الوطن. عاشت الجزائر حرة، وعاش الشعب عزيزا، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم. وبمناسبة ذكرى 19 ماي 1956، أحيي الأسرة الجامعية وعلى رأسهم السيد مدير الجامعة، أساتذتي، زملائي الطلبة. إن الطالب الجزائري اليوم شاءت الأقدار أن تفرض علينا ظروفا تعليمية غير معتادة. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، عاشت الجزائر حرة هذه. الآن أتابع وأسرع حضراتكم هذا الشريف الوثائقي حول تأسيس الاتحاد العام لمغرب المسلمين الجزائريين. وقد تم عرض شريط وثائقي حول تأسيس الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين، وفيديو حول طالب الثورة من أعداد نادي الإبداع، ليقدم الأستاذ شريط عبد الحكيم مداخلة حول موضوع الرقمنة، كما قدم عرض علمي حول المنصة التواصلية التعليمية، وتخلل الحفل عدة عروض من طرف الطلبة تعبيراً على هذه المناسبة من خلال بقة من الشعر والأناشيد وعروض مسرحية. وفي الختام تم توزيع تكريمات وجوائز للفائزين والفائزات في المسابقات والنشاطات المنظمة على مستوى الجامعة، والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار.